يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند، حلقه مهمه، اخبار كتير وكواليس اكتر بتتعلق بالنادي الاهلي، واكيد هنتطرق لبعض الاخبار المحليه والعالميه على مدار فقرات الحلقه المختلفه. تواصل حضراتكم دايما بيكون مهم معانا من خلال سؤال الحلقه، والسؤال بيتعلق بمباراه الغد الهامه جدا في ربع نهائي كاس مصر القديم مع بيراميدز. مباراة هتكون قوية، فتوقعات حضراتكم للتشكيل الأفضل من وجهة نظركم للنادي الأهلي في هذه المباراة. هناخد تفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. لكن في البداية خلينا نبتدي بأهم وأبرز العناوين، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز. الأهلي يواجه المقاصة بدور ال 16 من كأس مصر. أما في الترند العالمي، ليفربول يفتح الباب أمام صلاح للرحيل. طيب يعني أكيد أخبار كتير وتفاصيل كتيرة جدا جدا تتعلق بمختلف الملفات في الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. بكره طبعا مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر في دور الثمانيه، ومباراه كمان قويه جدا لان بتلعب يعني فريق قوي وعنده امكانيات كبيره زي فريق بيراميدز، وعنده عناصر مميزه جدا في فرقته، فبالتالي هتبقى المواجهه مش سهله على الاطلاق، خصوصا ان الاهلي بيقابلوا بعض الظروف اللي ممكن تاثر عليه بشكل او باخر. رغم ان انا دايما مش بحب المبررات او مش بنعترف بالمبررات، لكن في نفس الوقت في عوامل ممكن يتاثر بيها الفريق او يتاثر من خلالها يعني. لكن محتاجين ان شاء الله باذن الله بكره رجاله النادي الاهلي يلعبوا مباراه بروح عاليه جدا، وانا بشوف الروح كفايه مع الامكانيات اللي موجوده ومع القدرات المميزه اللي عند الجهاز الفني واللاعبين. ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى هذه العقبه في مشوار بطوله كاس مصر القديم، وخصوصا ان جمهور النادي الاهلي كله خلال الفتره الحاليه مترقب ومنتظر الفوز بثلاث بطولات محليه، دوري واثنين كاس مصر. ان شاء الله ده يحصل باذن الله تعالى. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى عندنا تفاصيل كتير قوي قوي قوي، فاستنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده كانت اجراءات قرعه بطوله كاس مصر للموسم الجديد اللي هو الحالي مش القديم. القديم احنا هنلعب فيه بيراميدز ان شاء الله بكره، لكن الموسم الجديد النهارده كانت القرعه بتاعه دور ال 16 من بطوله كاس مصر، والقرعه نتج عنها اللي انا هقوله لحضراتكم اللي اكيد حضراتكم كمان عرفتوه، ان الاهلي هيلاعب فريق مصر المقاصه، وهيقابل الفائز من فريقي المقاولون العرب والجونه، وفي طريقه طلائع الجيش ومنتخب السويس اللي هيلعبوا بعض، وسموحه مع كفر الشيخ برضو هيلعبوا بعض. ده الجزء بتاع النادي الاهلي. اما فيما يتعلق بالنادي الزمالك، زي ما حضراتكم شايفين كده، والاسماعيلي عندهم مباراه قويه جدا في دور ال 16، هيقابلوا الكسبان من المصري وايسترن كومباني، ومعاهم ايضا انبي والبنك الاهلي، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، دول برضو في نفس الطريق. وهي قرعه كانت موجهه بعد قرار من الاتحاد المصري لكره القدم، ان بحيث ايه، ان الاهلي والزمالك ما ينفعش يتقابلوا مع بعض غير في الادوار النهائيه، رغم ان ده عكس اللي هم كانوا قالوه في البدايه، لكن في كل الاحوال ده قرارهم يعني. لكن اكيد بطوله هتبقى مهمه والاهلي مركز فيها. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات الاجراءات الخاصه بقرعه بطوله كاس مصر الموسم الجديد، وطبعا بحضور مندوبي جميع الانديه المشاركه في هذه البطوله بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم. نتمنى البطولة تبقى ناجحة إن شاء الله بإذن الله وتكمل على خير، وطبعا بتمنى إن الأهلي يوفق فيها ويفوز بيها، لأن الأهلي في حاجة كبيرة جدا جدا لتحقيق البطولات المحلية هذا الموسم بالتحديد، وإن شاء الله بإذن الله يكون موفق، رغم إن المنافسة طبعا صعبة جدا لما يكون في بيراميدز والزمالك والإسماعيلي وإنبي ومصري وأندية كتيرة جدا والمقاولين والجونة، لا يعني فرق تقيلة وسموحة كمان، وطلع الجيش اللي ماشي بشكل ممتاز مع الكابتن طارق العشري بصراحه، ففي صعوبه كبيره جدا في المنافسه. لكن في نفس الوقت احنا عندنا ثقه كبيره قوي في الجهاز الفني واللعيبه الحاليه للنادي الاهلي، واللي يقدروا باذن الله باذن الله يعوضوا جمهور الاهلي عن فقد بطوله دوري ابطال افريقيا لاسباب مختلفه يعني.
فدي جزئيه القرعه. لكن معايا خبر، وده خبر خلاص رسمي يعني، ان الاسماعيلي انسحب من بطوله كاس مصر. ده من لحظات لسه حالا يعني، الاسماعيلي بيعلن انسحابه رسميا من المشاركه في بطوله كاس مصر، وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه يعني، وهم شايفين من وجهه نظرهم يعني ان القرعه كانت موجهه، فقرروا الانسحاب. كده الاسماعيلي خارج بطوله كاس مصر طبقا للبيان الرسمي الصادر عن نادي الاسماعيلي النادي الكبير والمحترم. وفي نفس الوقت هنشوف بقى قرار الاتحاد المصري هيكون ايه بعد هذا الاعلان الرسمي من قبل الدراويش. فهل بيبقى في عقوبات مثلا، او هل هيبقى الزمالك كده خلاص تاهل لدور الربع النهائي من البطوله؟ هننتظر بقى قرار الاتحاد المصري لكره القدم، لكن انا ما عنديش تعليق خالص على انسحاب الاسماعيلي. ده قرارهم هم، احرار، وهي دي رؤيتهم هم برضو احرار فيها. ده فيما يتعلق ببطوله كاس مصر وقرعه النهارده. خلينا نتكلم في بعض الامور الاخرى اللي بتتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم. واحنا واضح ان احنا هنفضل نتكلم على الاتحاد كتير قوي بصراحه يعني. ليه؟ لان الازمات ما بتخلص، المشاكل ما بتخلص، الاختبارات اللي بيتعرضوا ليها للاسف يعني ما بينجحوش فيها ابدا ابدا ابدا. وشفنا على مدار الست شهور اللي فاتوا من ساعه ما الاتحاد جه في يناير، وازمات كتيره جدا للكره المصريه، خطابات بتختفي، تغييرات متسرعة جدا جدا وقرارات متسرعة فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكرة القدم، المنتخبات المختلفة مفيش أي قرار حقيقي تجاهها، أو قرار فيما يتعلق بتعيينات مدربين، مدير فني الاتحاد المصري لكرة القدم، كلام من ده، حاجات كتير قوي. آخر حاجة الراجل مستر كارلوس كيروش امبارح عمل زي مؤتمر صحفي كده مع الصحفيين المصريين، وبعت لهم تصريحات ليه، تصريحات مهمة، واتكلم بشكل أو بآخر على الاتحاد المصري لكرة القدم. بس الواحد حزن يعني، عارفين يعني الواحد حزن لما يسمع كلام زي ده عن اتحاد بلدنا، اتحاد الكرة في مصر. فالراجل قال إيه؟ هو هنا بيوجه رسالة للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم. وواضح ان الاستاذ وليد العطار مع كامل احترامي وتقديري لشخصه، لكن وارد جدا يكون خبراته الاداريه قليله، محتاج فتره عشان يكتسب هذه الخبرات، وارد يعني، دي رؤيه للمشهد طبقا للاخطاء الكتير اللي بيقع فيها. هل ده تقليل من الاستاذ وليد العطار؟ لا طبعا، على المستوى الشخصي ابدا، لكن بتكلم على المستوى المهني. فبالتالي هل الاتحاد المصري مستحمل في الفترة الحالية ان يكون عنده مسؤول مهم جدا كمدير تنفيذي للاتحاد خبراته تكون قليلة؟ في اعتقادي لا. طب ايه اللي هيحصل؟ لا، الراجل موجود ومكمل، مفيش اي مشكلة خالص، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن كيروش بيتكلم هنا وبيوجه رسالته لوليد العطار، بيقول له كيف تجرؤ على معاملتي بهذا الشكل السيء؟ انت تتعامل بوجهين، لا علاقة لي بهذه العقوبة. هو هنا بيتكلم على العقوبات الخاصة بيه، ان الراجل ما حضرش مثلا مؤتمر صحفي في بطولة الأمم الأفريقية، فالعقوبات طبعا بتبقى طبقا للوائح، بتبقى على المدرب أو على اللاعبين لو حد غلط وفي عليه عقوبة بتوقع من الاتحاد الأفريقي. فبيقول لا، العقوبة دي أنا ماليش علاقة بيها، وغيابنا على المؤتمر كان خطأ من الكاف ومن الأمن، إزاي أنت تكون غير أخلاقي بخصم هذا المبلغ مني؟ يعني أنت بتتصرف بتصرف غير أخلاقي من وجهة نظر وعلى حد قول كيروش للأستاذ وليد العطار. بيقول له عار عليك، وأعدك أني سأقاتل ضد هذا القرار غير الأمين. الحاجة الثانية، أو قبل ما رد أو قبل ما أجيب رد الاتحاد المصري لكرة القدم على التصريحات الأستاذ أو الكابتن أو المستر كارلوس كيروش، أنا بس هنا عايز أسأل سؤال يعني، عايز أسأل سؤال. هو إحنا يا جماعة إزاي بندي وعود طبقا برضو لتصريحات كيروش بيقول الناس وعدتني إن العقوبات دي هتتشال، والناس وعدتني بمكافآت في كل المباريات أو معظم المباريات في بطولة الأمم الأفريقية، وإحنا تأهلنا للمباراة النهائية، ومفروض كمان حتى في المباراة النهائية بعد ما خسرناها في مكافآت بناخدها. فهنا السؤال يا جماعة، هو احنا ازاي بنوعد وعد ما ينفعش يطبق لانه مش موجود في اللوائح؟ بنتكلم وخلاص يعني، بنستهلك كلام وخلاص؟ هو بصراحه عيب عليكم ان انتوا توعدوا وعد وما تنفذوش. الراجل معروف بكلمته،
احنا متربيين على كده، الراجل كلمته سيف على رقبته. فانت دلوقتي بتوعد الراجل وعد كيروش ومتنفذوش بحجه ايه؟ ان الكلام ده مش موجود في اللوائح. طب حضرتك وعدته ليه؟ يا حضرتك انت دلوقتي قلت له هديك مكافئات ليه؟ وهي مش موجوده في اللوائح، اصلا ازاي تنفذ حاجه هي خارج اطار اللوائح اساسا؟ وازاي توعد وعد هو خارج اطار اللوائح اساسا؟ وقلت له هنشيل من عنك العقوبات اللي كانت عليك في البطوله. طب ما هو برضه ما ينفعش، ما لوائحيا لا يجوز طبقا للوائح. فبناء على ايه انت قلت له الكلام ده ووعدته بالكلام ده؟ بصراحه وجهه نظري انا، وجهه نظري انا ان كيروش عنده حق. ليه؟ لان هو خد وعود. طالما انت وعدت نفذ. الحاجه السلبيه بقى بعد الكلام ده كله هي سمعه الاتحاد المصري لكره القدم. السمعه بتاعت الاتحاد بتاعنا بقت وحشه. بقت وحشه جدا. انت دلوقتي بتتفاوض، هم خلاص قربوا يتعاقدوا مع مدرب، وبالمناسبه بعد كل ده خلي بالك، بعد كل ده وارد جدا يكون كيروش المدرب. يعني بعد كل ده ممكن يوصلوا معاه لصيغه في الاخر اتفاق بتاع مش عارف ايه كلام من ده، ويبقى هو المدير الفني. ولو بخلاف الخلافات دي وجهه نظر انا برضو هو الانسب، لان هو اللي كان اضرب كل الفترات اللي فاتت بتتعلق بالمنتخب بامكانيات اللاعبين، وقدر ان هو يطلع لعيبه تانيين وكلام من ده ما كانش هيطلعوا ابدا. لكن وارد بعد كل ده كيروش يجي، لكن هم برضو في مفاوضات مع احد المدربين، وبنسبه كبيره هيتم الاعلان خلال يوم او يومين يعني بالنسبه للمدير الفني للمنتخب المصري لكره القدم. لكن الراجل عنده حق في كلامه. تعال نشوف الرد بتاع الاتحاد بيقولوا ايه. هم وضحوا، قال لك حازم امام تواصل مع كيروش بشان العوده، فرد كيروش بانه يريد مستحقاته. وهنا حاجه من الاثنين، يا كيروش كان بيستغل التفاوض معاه من قبل الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بيستغله كاستغلال في محاوله للحصول على مستحقاته من وجهه نظره، او ممكن يكون هو الراجل فعلا عنده رغبه انه يرجع منتخب مصر بس برضه عايز مستحقاته. طلب حازم امام من وليد العطار انهاء هذا الملف، فخصم فقط غرامات كاف، لان الاتحاد لا يحق له سداد الغرامات دي، كون ذلك يعتبر مخالفة مالية. طب طالما يا جماعة هي مخالفة مالية والاتحاد ملوش حق انه يسد الغرامات دي، وعدتوا الراجل ليه؟ دي حاجة غريبة قوي، عشوائية فظيعة وحياة ربنا. يعني المدرب حصل على مستحقاته دون خصم مليم. فوجئنا برسائل كيروش لكل الصحفيين عما يدور بينه وبين الاتحاد، واعتبرنا ذلك ردا منه على مسألة عودته. اللي هم هنا بيقولوا يعني خلاص كده كيروش مش هيجي. وبقول لحضراتكم برضو وارد يحصل متغيرات ويجي في الاخر. يعني مع الاتحاد المصري ده الناس الموجوده دي مع كامل احترامي ليهم تتوقع اي حاجه، توقع اي حاجه، خطابات بتختفي، ممكن كيروش يطلع يغلط كده زي ما بيغلط، او يطلع بيدافع عن حقه زي ما هو عمل، في الاخر يجي في حاجات كتير ممكن تتوقعها من الاتحاد الحالي. يعني وهنا برضو في اطار تصريحات كارلوس كيروش اللي برضو قالها امبارح، الراجل قال لك انا يا جماعه الناس بيسالوا، واحد من الصحفيين يعني الزملاء الاعزاء بيسالوا بيقولوا انت هترجع فعلا منتخب مصر وخلاص المفاوضات خلصت؟ قال لهم يا جماعه ما بعترفش بمكالمات تليفونيه، انا بعترف بعروض رسميه. هل يعني ينفع ان الاتحاد المصري باسمه وبتاريخه وبعظمته وبكل حاجه يعتمد في مفاوضاته مع مدرب على المكالمات الهاتفية أو على التواصل والاجتماعات عن طريق تطبيق زوم مثلا؟ هل ده يعني يليق بالاتحاد المصري الاتحاد الكبير ده؟ قال لك المكالمات أنا ما بعترفش بيها. عنده حق يا جماعة، ما ينفعش وحياة ربنا الأسلوب العشوائي في الإدارة ده وعدم الاحترافية دي، مش إحنا كده، ما ينفعش أبدا. طبعا كابتن حازم امام بيتواصل مع كيروش ومعاه احد اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم وتواصلوا معاه مش عارف ايه، ممكن مبدئيا تتواصل مع الراجل، ها عندك يعني موافقه مبدئيه مش عارف ايه، طب نبعت عرض؟ قال لك اوكي بعت عرض، ابعت العرض. لكن لحد دلوقتي مفيش عروض راحت لكيروش، فاحنا عمالين نقول ده كيروش قرب بناء عليه، وهو فعلا كان قرب بنسبه كبيره جدا لحد اول امبارح انه يبقى مدير فني منتخب مصر مره ثانيه. فالعشوائيه وعدم الاحترافيه اللي بيدار من خلالها الاتحاد المصري لكره القدم بصراحه كارثه. وفي وجهه نظري هي فضيحه، لان احنا ما نتمناش ابدا ابدا ان احنا نشوف الاتحاد بتاعنا بالوضع ده وبالشكل ده وفي الموقف ده. اديك شايف مشاكل قد ايه النهارده، الاسماعيلي بينسحب من كاس مصر،
امبارح الاهلي كان بيشتكي عشان موضوع الجواب بتاع الكاف، والاهلي كان له كل الحق تماما في الملف ده، والوزاره بعتت لجنه ونزلت فتشت، واللجنه ادانت وكتبت تقريرها وطلبت حاجات في التقرير سواء بقى اتاخد بيه او ما اتاخدش، دي حاجه تخص معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وله كل الاحترام والتقدير في ذلك يعني. لكن في نفس الوقت لا، في مشاكل في الاتحاد، في مشاكل. فهنفضل كده لحد امتى؟ انا بصراحه مش عارف، والله ما اعرف يعني امتى هنخلص من المشاكل بتاعت الاتحاد الحالي دي. انا مش عارف هل هتستمر؟ من الواضح انها هتستمر، هذه الازمات هتنتهي، من الواضح انها مش هتنتهي، فللاسف الشريف يعني. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في موضوع كيروش، نترقب الفتره الجايه ما سوف تصفر عنه يعني الاحاديث بين كيروش والاتحاد المصري لكرة القدم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنى اهلا بحضراتكم مره تانيه. طيب خلينا نبتدي نتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز. الواحد والله بصراحه النهارده ايه بقى، مش هيعصب نفسه ولا يتعب نفسه، لان ما فيش حاجه بتحصل يعني. انا هنا كلامي على اتحاد الكوره في مصر يعني، لان الوضع وصل لمرحله صعبه جدا، صعبه جدا من الاداره يعني. فخلينا نشوف يعني. من ضمن الحاجات يعني الغريبه، الكابتن عصام فتاح رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الكوره المصري اعلن عن حكام مباراه الاهلي وبيراميدز بكره، هو اعلن امبارح تقريبا او اول امبارح يعني. مين بقى الحكام؟ حكم ساحه ستيفن كوفيكس، حكم روماني ومعه مساعدين رومانيين اللي هم ايه، الحكم المساعد والمساعد الثاني والحكم الرابع. حلو، قدام حضراتكم على الشاشه ادي حاجه. جبنا بقى حكام تانيين خالص، خلي بالك بقى يعني، احنا مش بس اكتفينا بحكام رومان، لا احنا عملنا تشكيله كده كوكتيل، عارف الكوكتيل، قلنا لا نعمل حاجه جديده من نوعها، تعالى بقى نجيب ايه، طاقم حكام للفار من المجر. حلو، تعالى بقى نقول ليه الكابتن عصام فتاح عمل كده. اول حاجه الاهلي طلب قبل ماتش الزمالك، قال لهم يا جماعه انا عايز حكام اجانب، بعد اذنكم هاتوا لي حكام يكونوا كويسين ومصنفين ومن خمس دوريات الكبرى. ايه خمس دوريات الكبرى؟ الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي، الدوري ايه تاني يا جماعه؟ هولندي ماشي، او الالماني، الالماني. حلو، فقال لك حاضر. جابوا مين؟ الحكم الاسباني اللي كان بصراحه تحفه تحفه، الراجل ما شاء الله يعني، بصراحه يعني كان حكم فعلا كاننا ما كناش بنتفرج على تحكيم في مصر، وعمل مباراة كبيرة جدا قدام نادي الزمالك، رغم ان هو مش حكم مصنف ولا افضل حكم في اسبانيا ولا حاجة، دولي من 2019، بس عدت ماشي. لكن المرة دي الاهلي برضو عايز حكام من الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. فالكابتن عصام فتاح عمل ايه؟ جاب له حكام مش من الخمس دوريات الكبرى، ده حتى حكام مش من العشر دوريات الكبرى، مش من العشر دوريات الكبرى، ايا كان بقى حط الدوريات اللي انت عايزها، يجي بعديهم الدوري الروماني ويجي بعديهم الدوري المجري. فهنا سؤالين، ايه السبب ان احنا نجيب الحكم ده؟ والسؤال الثاني، ايه السر في التشكيله والكوكتيل اللي حصل ده في طاقم الحكام؟ يعني انت جبت ناس بتوع فار مش معتمدين اصلا فار بالمناسبه من المجر، وجبت حكم روماني اصلا عنده فضيحه قبل كده بالمناسبه، هو ممكن يعمل ماتش كويس، بس احنا ممكن نتجنب الحاجات اللي زي دي. ليه نعمل جدل وليه يبقى فيه كلام؟ الحكم ده جه حكم مباراه الاهلي والزمالك في 2019، المباراه الشهيره بتاعت الملعب كان غرقان ميه في برج العرب وكلام من ده، وكان الكابتن عصام عبد الفتاح في التوقيت ده قال تصريح قبل الماتش، قال ضيق الوقت هو اللي خلانا نجيب الحكم ده. حلو، المره دي برده كان ضيق الوقت ولا هو في علاقه ما بين الكابتن عصام فتاح والحكم ده؟ الحكم ده بقى فضيحته ايه؟ الراجل كان عنده ماتش ما بين السويد وتركيا في دوري الامم الاوروبيه في 2018. السويد عندهم مهاجم اسمه بيرج ده كان مهاجم كويس، وكان مهاجم ساعتها العين الاماراتي. فالشوط الاول خلص، بين الشوطين راح لمين؟ للحكم اللي هو مين؟ ستيفن كوفيكس اللي هيحكم ماتش بكره، اللي هو الحكم الروماني. قال له كوفيكس انا دلوقتي ليا ضربه جزاء في الشوط الاول انت ما خدتش بالك منها وما شفتهاش يعني. قال له يا راجل بجد؟ قال له اه والله. قال له طب اعمل معاك ايه؟ طب بص انا هراجعها، لو طلع عليك ضربه جزاء
هعوضك في الشوط الثاني. والله ده حصل طبقا لايه؟ تصريحات مين؟ بيرج المهاجم بتاع السويد اللي قالها في الماركه، صحيفه الماركه الاسبانيه. وفعلا الراجل شاف الفيديو وحس ان هو غلط فضميره انبه، ففي الشوط الثاني في الدقيقه 71 تحديدا حسب ضربه جزاء لمنتخب السويد. هي دي فضيحه ولا مش فضيحه؟ فضيحه. طب هو انا انت يا كابتن عصام ناقص مشاكل؟ يا كابتن عصام انت ناقص انتقادات؟ انا عايز يعني افهم بصراحه، نفسي اعرف الراجل بيفكر ازاي او اهدافه ايه. في وجهه نظري انا شايف ان الكابتن عصام عبد الفتاح عنده توجه ما ضد الاهلي، يعني قرايه المشهد كده. بدليل ايه مثلا؟ بدليل ماتش الزمالك خلص قال لك اصل في امام عاشور ليه ضربه جزاء، اللي العالم كله قال لك مش ضربه جزاء، اللي هو اصلا الكابتن عصام اصلا ما بينتقدش حكام مصر ما بيغلطوا، ورايح ينتقد الحكم الاسباني اللي علم الكابتن عصام فتاح التحكيم في الماتش ده. يعني الحكم الاسباني علم الكابتن عصام عبد الفتاح وحكامه التحكيم، قال لهم الامور كده في الملعب بتدار بالطريقه دي، لا في روح بروتوكول ولا في احتواء، ورايح الكابتن عصام فتاح يعلق عليه. فده معناه ايه؟ وجهه نظري لا، في توجه ما ضد الاهلي من الكابتن عصام فتاح، وخصوصا بعد الحكم اللي جاي بكره، وده امر غير مقبول. وهقول لحضراتكم حاجه كده، معلومه اخيره قبل ما اقفل الملف ده، ودي معلومه مؤكده، معلومه انا متاكد منها مليون في الميه. الكابتن عصام فتاح نفسه عايز يمشي من الاتحاد، عايز يمشي من اللجنه. تمام؟ تخيل بقى حضرتك مين المتمسك بيه؟ اتحاد الكوره. مين اعضاء المجلس متمسكين بالكابتن عصام فتاح وبيقولوا زي ما انا بقول لك كده بالحرف، بيقولوا الراجل هو رجل المرحله، والراجل بتاع شغل جامد قوي وبيشتغل على نار يعني، فما ينفعش يمشي. تخيل، تخيل بعد كل المشاكل دي. ما عنديش تعليق اكتر من كده بصراحه. خلينا نطمن على الاهلي واستعداداته لمباراه بكره امام بيراميدز. نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بمقر النادي بالجزيره، نطمن من خلاله على اخر التفاصيل والاخبار اللي تتعلق بهذه الاستعدادات. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد، طمنا على اخر الاستعدادات و الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباراة بيراميدز. هذه مباراة صعبة والهامة جدا في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر الموسم الماضي. يعني في اللحظات اللي انا فيها معاك يا امير من ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، يعني بيتم تجهيز الملعب لخوض اخر مباراه لفريق النادي الاهلي زي ما قلت استعدادا لملاقات بيراميدز غدا في 9:30 مساء على استاد القاهره في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر 2020-2021 زي ما قلت الموسم الماضي. يمكن كمان النهارده اكيد زي ما ذكرت في مقدمه البرنامج ان كان في قرعه كاس مصر الجديد اللي خلاص يعني وصلنا فيها لدور ال 16 كمان. يمكن الحمد لله عوده جزء كبير جدا من المصابين في تمرين الامس، عوده علي معلول، عوده محمد عبد المنعم، عوده اليو ديانج، عوده علي لطفي للمشاركه في التدريبات الجماعيه، ولكن للاسف بيغيب عن التدريبات الجماعيه بالامس حسين الشحات، ايمن اشرف، يعني ان شاء الله، وكمان حمدي فتحي. ان شاء الله نتمنى ان مع مرور الوقت يكونوا جاهزين للدخول في التدريبات الجماعيه مع بقيه الفريق. يمكن كابتن سامي مصطفى كان حريص على عقد محاضره فيديو بالامس مع اللاعبين، اتكلم فيها عن اهم نقاط القوه والضعف لفريق بيراميدز منافس الاهلي في مباراه الغد باذن الله. وبعض الجمل الفنيه، يمكن التدريب امبارح امير كان قوي بعد ما تم منح اللاعبين أجازة يوم الخميس عقب خوض المباراة الأخيرة بالدوري أمام غزل المحلة. فضل الجهاز الفني إعطاء اللاعبين 24 ساعة راحة خاصة في ظل ضغط المباريات، الأهلي تقريبا بيلعب كل يوم حد وأربع، فضغط كبير جدا في المباراة، ومكملين كمان يمكن مباراة بيراميدز ومن بعدها كمان سموحة في اسكندرية يوم الأربعاء المقبل بإذن الله. فطبعا الجهاز الفني فضل إعطاء اللاعبين 24 ساعة راحة مع مواصلة التمرين بالأمس. يمكن كان تمرين بدني قوي أمير، خاصة إن ده كان أول تمرين بعد العودة من الراحة. زي ما قلت لك يمكن كان التدريب متميز جدا، كل اللاعبين روح يعني عاليه جدا خاصه مع دخول اكثر من عنصر من فريق الشباب بالنادي الاهلي، ده عمل حاله كبيره جدا من التنافس داخل الملعب خاصه مع يعني زي ما بنقول عدد المصابين كبير في صفوف الفريق. نتمنى ان شاء الله ان كل اللاعبين يكونوا موفقين، والنهارده زي يعني بعد لحظات هيكون المران الاساسي والاخير لفريق النادي الاهلي قبل مواجهه الغد امام بيراميدز. يمكن كابتن سامي قمصان حاليا برده في محاضره فنيه مع اللاعبين في غرف الملابس، من بعدها هيكون خوض المران الاخير زي ما قلت لك على ملعب مختار
مختار التتش هنا بالجزيره، ومن بعدها هيكون اعلان قائمه من 23 لاعب للدخول في معسكر مغلق ان شاء الله ليله المباراه او الليله في احد فنادق القاهره، وان شاء الله بكره هيكون التحرك الفريق باذن الله في السابعه والنصف مساء لاستاد القاهره، وان شاء الله يكون معاه توفيق ربنا وكل دعوات جماهير النادي الاهلي بالفوز والصعود لدور الاربعه وملاقاه بتروجيت باذن الله. توفيق، كنت عايز اسالك بخصوص، انت قلت لي ان حسين الشحات وايمن اشرف وحمدي فتحي ما اتمرنوش امبارح، هل من الوارد بعد مران النهارده او خلال التدريبات تكون حالتهم بقت كويسه وحد فيهم مثلا ينضم للقائمه، ولا هم خلاص مستبعدين تماما من مباراه بيراميدز بكره؟ يمكن لما اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبلة امير يمكن قال لي هيتعمل للاعبين اختبار اليوم وهيتم مدى يعني معرفه مدى جاهزيتهم من عدمه، ولكن اعتقد ان فرصه الثلاثي هتكون صعبه جدا في اللحاق بالمباراه، ولكن يتبقى يعني اللاعبين تحت امر الجهاز الفني سواء علي معلول، حمدي فتحي، علي معلول عفوا، علي لطفي او محمد عبد المنعم او اليو ديانج، هم تحت الجهاز امر الجهاز الفني من الناحيه الطبيه جاهزين، ويتبقى يعني الاختيارات الفنيه للجهاز الفني ده حق اصيل ليه طبعا، سواء في الاستعانه باحدهم او يعني او كلهم في المباراه سواء لبعض الوقت او طول الوقت، ولكن ان شاء الله يعني حسين الشحات، ايمن اشرف، وحمدي فتحي يكونوا في القريب العاجل ان شاء الله موجودين في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ويكونوا يعني زي ما بنقول يعني عتاد من عتاد الفريق، خاصه في ظل ضغط المباريات بشكل كبير جدا يا امير، سواء الدوري او كمان بطوله الكاس. النادي الاهلي يمكن اكتر نادي مضغوط بقاله مش بس السنه دي، يمكن من 3 سنين فاتوا، فان شاء الله نتمنى ان الفتره الصعبه دي تعدي على خير خاصه من ناحيه الاصابات، لان النادي الاهلي اعتقد محتاج كل لاعب في صفوف الفريق عشان يقدر يعدي المرحله الصعبه دي من عمر مسابقه الدوري العام وكمان من عمر مسابقه سواء الكاس القديم او كاس الجديد كمان باذن الله تعالى. طيب بما انك اتكلمت مع الدكتور احمد ابو عبله يا توفيق، عايزين نعرف موعد انضمام اكرم توفيق للتدريبات الجماعيه للاهلي، خصوصا بعد ما خلاص تم يعني الاعلان، يمكن اكرم ماشي بمعادلات ان هو يعني الدنيا بالنسبه له كويسه جدا وقريب هيبقى موجود في التدريبات الجماعيه، هل تحدد موعد انضمامه للتدريبات ولا لا؟ بالتحديد امير يمكن لسه لم يحدد موعد محدد لعوده اكرم توفيق، ولكن دكتور احمد ابو عبله يمكن لما اتكلمت معاه عن اكرم قال لي احنا مش عاوزين نستعجل على اكرم، يعني خلاص بقى في بروتوكول شبه يعني بروتوكول عالمي كده ان مفيش لاعب يشارك في المباريات او في الالتحامات غير بعد مرور 6 شهور من الاصابه بالتمام والكمال. قال لي يمكن اكرم بيستجيب للعلاج وماشي بمعدلات رائعه جدا في برنامج التاهيل بتاعه، ولكن ده يعني زي ما قلنا يا امير يعني اصبح بروتوكول عالمي ان اي لاعب يصاب بالرباط الصليبي على مستوى العالم الاطباء يعني بيفضلوا عدم مشاركته في المباريات الرسميه او في حتى التدريبات الجماعيه والالتحامات قبل مرور 6 شهور بالتمام والكمال. يمكن على هذه الحسابات يمكن اكرم بيقول ان هو يتبقى تقريبا شهر ان شاء الله ويكون موجود في التدريبات الجماعيه. اعتقد ان اكرم كمان من اللعيبه يعني زي ما انت بتشوف دايما حتى لما تكون موجود هنا في التدريبات يا امير من اللعيبه الرجاله قوي اللي سبقت ناس كتيره قوي لو في نفس التوقيت كان عندهم نفس الاصابه، ولكن اكرم بعزمته وبرجولته دايما سابق كل الناس ومعدلات اكثر من رائعه، ولكن الجهاز الفني والطبي هنا في النادي الاهلي بيفضلوا عدم الاستعجال لان اكرم من اللاعبين المهمين اللي محتاجينهم على مدار سنوات ان شاء الله ويكون مستقبل النادي الاهلي ان شاء الله. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق مدير قناه الاهلي من داخل استاد مختار التتش بالجزيره واستعدادات الاهلي لمباراه الغد، طمنا على كل الامور. وانا بقول لحضراتكم اكرم توفيق قدامه اقل بالظبط من شهر يكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع الفريق باذن الله تعالى، وعودته هتكون اضافه ان شاء الله. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل، يلا. طيب خلينا ناخد الترند الاهلي ونشوف ايه الاخبار اللي اتكتبت على النادي في السوشيال ميديا، ونبتدي برابطه الانديه المحترفه وحسابهم على تويتر واللي بيعلنوا فوز محمد شريف بلاعب الجوله ال 22 من بطوله الدوري، والشريف كان تالق في مباراه المحله بصراحه، ساهم في ضربه جزاء وجاب هدف الفوز في الدقيقه 92، فيستحق، ونشوف ان هي دفعه كويسه للشريف ان شاء الله ان هو يرجع حساسيه التهديف ومستواه المعهود باذن الله تعالى. نروح لحساب كوره بلس على تويتر وبيقولوا غيابات الاهلي المحتمله امام بيراميدز في كاس مصر، مين بقى الغيابات؟ هم بيقولوا ويعني ده الواقع، قال لك علي لطفي خلاص موجود، علي معلول موجود، حمدي فتحي لسه في شك، اليو ديانج موجود، محمد عبد المنعم موجود، لويس مكيسوني بعيد، احمد عبد القادر لسه، ايمن اشرف من الوارد يكون في يعني انفراجه في موضوع اصابته النهارده، هنشوف حسب يعني كلام الدكتور، عمار حمدي لسه شويه طبعا، واكرم توفيق لسه شويه. يعني في بعض الغيابات بتكون معتاده بسبب الاصابات الطويله يعني. خلينا نروح لخبر اخر من خلال حساب الوطن الرياضي على فيسبوك، واللي بيتكلموا على ان طاهر محمد طاهر موقفه هيكون ايه من مباراه بكره، طاهر خلاص جاهز للمباراه.
بعد ما كان اشتكى من الام في العضله الخلفيه، فالراجل بيتمرن بشكل عادي وموجود. وبشوف ان تواجد طاهر في الفتره الحاليه يعني مهم جدا، لان الراجل ماشي بشكل كويس جدا جدا على مدار الفترات اللي فاتت. وفي وجهه نظري كان افضل لعيب في النادي الاهلي في نهائي افريقيا قدام الوداد، وكان افضل يعني هو افضل لعيب النادي الاهلي في المرحله دي الحقيقه يعني. فتواجده في مباراه مهمه زي بكره هيكون شيء جيد يعني. فطاهر موجود خلاص. خلينا نروح لخبر اخر من خلال سبورتس 360، وبيقولوا القيمه السوقيه للاهلي وبيراميدز. الاهلي 31 مليون يورو و800 الف، وبيراميدز 17 مليون و900 الف يورو. فقيمه الاهلي السوقيه اكبر يعني، خصوصا ان بيراميدز استراتيجيتهم اتغيرت شويه على مدار الفتره السنين القليله السابقه. طيب، الصفحه الرسميه اليوم السابع على فيسبوك نشروا حقيقه مفاوضات الاهلي مع كارلوس كيروش لخلافه موسيماني. وكشف مصدر في الاهلي ان نادي رفض التعاقد مع كيروش لانه يجيد العمل في المنتخبات وليس الانديه. ما تستعجلوش يا جماعه على موضوع المدرب كيروش، طبعا يعني مش عايز برضه اقول ان هو خارج الحسابات او لا، عشان ده يبقى اعلان رسمي مننا. احنا ننتظر دايما الاعلان الرسمي من قبل النادي عن طريق قناته الرسميه ومن خلال موقعه الرسمي، ونشوف ايه اللي هيحصل. لكن مؤكد ان الناس شغاله على الملف ده بشكل قوي جدا، وبيحاولوا يجيبوا المدير الفني الانسب للاهلي على مدار فترات طويله مقبله، مش فترات قصيره اطلاقا. فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق في اختيار المدرب الانسب. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات اخرى من حلقه الترند النهارده. يلا خلينا نشوف اهم الاخبار العالميه، لان في الحقيقه الاخبار مهمه جدا النهارده، وبالتحديد بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح. نبتدي بحساب الديلي ميل على تويتر، واللي بيقول ان ليفربول سيعرض محمد صلاح للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي بمقابل كام بقى؟ 60 مليون يورو الاستفاده منه قبل رحيله بدون مقابل الموسم الجاي. احنا عارفين ان صلاح عقده بيخلص، تمام؟ ناقص فيه سنه. صلاح كان صرح قال انا مكمل السنه دي. فطبعا ليفربول كانوا بيتواصلوا مع صلاح عايزين يجددوا له، ومفاوضات فاشله لحد دلوقتي، مفاوضات التجديد. فقال لك احنا بقى نبيعه ب 60 مليون يورو لو جه عرض بالمبلغ ده، ما فيش اي مشكله خالص يعني، عشان نستفاد منه قبل ما يمشي ببلاش. مين بقى الانديه المهتمه بعد يعني التلميح من ليفربول؟ مش عايز اقول تلميح لان مفيش حاجه رسمي ليفربول، لكن بعض الصحف والمواقع الكبيره في اوروبا قالت كده يعني، فخبر مسرب يعتبر. فريال مدريد وبرشلونه طبعا مهتمين جدا يعني. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل مع محمد صلاح. اي نادي في العالم يتمنى طبعا محمد صلاح يعني. خلينا نروح لسكاي سبورت على تويتر، بيقولوا ان ليفربول فتح الباب لخروج صلاح من الفريق هذا الصيف. فبرضه هيبقى في صراع في حاله ان صلاح عنده مرونه في الرحيل. خلي بالك يعني ممكن صلاح يقول لك لا انا مش عايز امشي، انا هكمل الموسم هقعد. لكن لو هو ما عندوش مشكله وعنده مرونه في الرحيل فهيمشي. طيب خلينا كمان نشوف ايه المصري الرياضي، وهم قالوا لك صراع منتظر بين برشلونه وليفربول لضم صلاح. وانا بصراحه لو مكان مانشستر سيتي، لو مكان مانشستر سيتي ادفع 60 مليون يورو واخد محمد صلاح. هياخدوا 2 3 شامبيونز ليج ورا بعض مع طبعا اسمه ايه هالاند. فالامور هتبقى كويسه جدا، ومعاه جوارديولا كمان وبتاعه فرقه تقيله قوي 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 يعني. لكن هنشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الايام القليله القادمه بخصوص نجمنا المصري. هنا حساب ميرور على تويتر بيقول لك حاجه انا بشوفها غير منطقيه شويه يعني. ليفربول سيحاول توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لعقد صفقه تبادليه تتضمن رحيل صلاح الى السيتي وضم هالاند في الصيف المقبل. طب ما هو ازاي؟ ما هو ليفربول كده كده، او صلاح اخر سنه ليه السنه دي مع ليفربول طبقا لعقده الحالي، فبالتالي هيبقى فيه صعوبه يعني. اعتقد خبر غير منطقي. عندي اهم وابرز الاخبار الخاصه بالجانب العالمي ونجمنا المصري محمد صلاح. تعالوا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده، والخاص بتوقعاتكم او رؤيتكم للتشكيل الانسب للاهلي في مباراه بكره امام بيراميدز. نبتدي باحمد خالد واللي قال الشناوي، كوكا، ربيعه، ياسر ابراهيم، هاني، السوليه، اليو ديانج، وهنا حاطط كوكا باك ليفت، صلاح، محسن، وقفشه، بيرسي تاو، وشريف المخيف. اهلاوي وافتخر. ماشي يا ابو حميد. خلينا ناخد خلود رمضان، قالت الشناوي، كريم، ياسر، رامي، معلول، كوكا، ديانج، زياد، قفشه، صلاح او طاهر لو سليم، وشريف. ماشي. ناخد كمان فتحي زيدان واللي قال الشناوي، هاني، ربيعه. ربيعه بالمناسبه عامل ماتشات كويسه قوي الفتره الاخيره.
ياسر وكوكا، ديانج، متولي، حمدي، طاهر، شريف، صلاح. ان شاء الله بروح الاهلي قادرين على تحقيق الفوز وعمل مباراه قويه. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه وباذن الله يتخطى بيراميدز. فريق بيراميدز فريق كبير جدا ومميز وعنده جهاز فني جيد، فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه وهذه المواجهه القويه. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنوا. الى اللقاء.